الموقع ده بيعتمد عن نظام تبادل اللايكات، بمعنى انك حضرتك تخش مثلا تعمل لايك لصفحة، بعد ما تعمل لايك هتاخد نقط، النقط دي بتتحول لفانز ليك في الصفحة بيعملوا لايك ليك. تمام، يعني نظام انك تعمل لايك مقابل ان الناس تعمل لايك عن طريق نقط انت بتجمعها وتحول لايك. تمام، الموقع كمان ممكن تستخدمه تويتر او يوتيوب او جوجل بلس، بيزود مثلا المتتبعين عندك على تويتر وهكذا. تمام، التسجيل اول حاجة مثلا انك تكتب الاسم، اليوزر نيم مثلا نقول تمام اي اسم انت عاوز طبعا، تاني خانة الايميل بتاعك، مهم جدا انك تكتب الايميل الصح عشان يجيلك رسالة تفعيل. تمام، تاني خانة الباسورد، تالت خانة الباسورد، رابع خانة الباسورد، إعادة الباسورد تاني. تمام، خامس خانة انت بتدخل الكود اللي في الصورة قدامك. كده انا سجلت، تمام، اعمل تسجيل دخول. كده ناقص خطوة واحدة عشان الاكونت يشتغل، وهي اني افعل الايميل. تمام، دلوقتي في رسالة جت على الايميل اللي انا دخلته، المفروض فيها كود. تمام، الرسالة اهي وده الكود، هننسخه هنحطه في المربع ده، بعد كده اكتف. تمام كده الاكونت اتفعل. تمام كده بيقولك هنا انك عندك 20 بوينت نقطة تقدر تستخدمه. اول حاجة على الشمال في حاجة اسمها يور سي دي. تمام، سيبنا من كل ده، هندوس على ثانية واحدة اللي هي اف بي. تمام، اول حاجة ندخل لينك الملف الشخصي بتاعك على الفيسبوك. تمام، تاني حاجة لينك الصفحة، فلنفترض مثلا ناخد الصفحة دي نحطها هنا، بعد كده أديت فيسبوك أكاونت. تمام، بعد كده أديت البيج. تمام، بعد كده دلوقتي انت أول ما تسجل بتاخد 20 نقطة عادية. تمام، ممكن كمان عن طريق عن طريق هنا كده هتاخد 50 نقطة كل 24 ساعة هدية برضه. تمام، هنرجع دلوقتي هنشرح ازاي تجيب نقط. تمام، الاول بس هندوس على كلمة اكونت. تمام، بعد كده سيت كونتري، ومن هنا تختار الدولة بتاعتك. تمام،
اختار مثلا ايجيبت، بعد كده سيت كونتري، تمام كده. طيب بعد كده هنخش على كلمة فيسبوك. هنا دلوقتي ظهر لينا الصفحات اللي المفروض نعمل ليها لايك عشان ناخد البوينتس ونقدر نحولها بعد كده للفانز يعني. طيب احنا هنشتغل على الصفحة دي بشكل مبدئي غير صفحة وعجبي. مثلا ندوس على اول واحدة لايك، تمام. هندوس على كلمة اعجبني او لايك، تمام. بعد كده تأكيد او كونفيرم، بعد كده اعجبني او لايك، تمام. بعد كده في كلمة او زر باللون الاخضر اسمه confirm like and get points، هندوس عليه. طيب كده انا اتممت كده خطوات، تمام. وجيلي كده نقط، لو نلاحظ ان كان 20 بقى 29، هنعمل نفس الخطوة تاني، تأكيد اعجبني او لايك، تمام. بعد كده confirm like and get points، تمام. زي ما احنا شايفين النقط بتزيد، بس خلي بالنا ان لازم مش مينفعش ان نعملها في نفس اللحظة، فرت على الاقل تستنى دقيقة او دقيقتين بعد كده تعمل لايك للصفحة عشان متاخدش حظر في الفيسبوك، تمام. ازاي نوزع النقط دلوقتي؟ نخش على على الشمال كده في قائمة يور سيتنج، نخش على تاني واحدة اف بي فيسبوك، تمام. اولا كلمة بي اوت هنختار مثلا 10 بوينتس. في كلمة تحت اسمها اي جي لايكس اونلي، بمعنى انك لو عايز مثلا ناس تعمل لايك من بلدك انت بس، سواء كنت في السعودية لو عايز سعوديين بس، كنت عايز مصريين بس، لو كنت عايز اجانب بس، هكذا، تمام. هنخش على سيت ليميتد، تمام. هنكتب مثلا 50، تمام. دلوقتي هوستوري تاني واحدة على طول، تاني كلمة دي من هنا تقدر تعرف مثلا الصفحات اللي انت عملت ليها لايك والناس اللي عملت لك لايك للصفحة بتاعتك، تمام. وتقدر تعرف كمان الناس اللي سجلت عن طريقك، دي هنعرفها دلوقتي. هنشرح نظام الدعوات، تمام. انت اي حد تقدر تجيبه عن طريقك، من طريقة لينك معين بيديهولك او على الشمال، تمام. اللينك ده، تمام، هتاخد 100 نقطة، كل شخص بتجيبه تاخد 100 نقطة تحول لايكات او معجبين لصفحتك، تمام. دي اسرع طريقة انك تجيب بيها بوينتس اكتر، بس صعبة شوية، تمام. طيب زي ما احنا شايفين طبعا الفانز بقت تزيد، لو فاكرين كانت من شوية 112، 1112، دلوقتي بقت 118، تمام.
البوينتس طبعا قلت، بتتوزع طبعا على البيج دي، الناس اللي بتعمل لايك طبعا. انا عامل اجانب ف او اي حد يعني، ممكن اجيب مصريين بس زي ما قلت، سعوديين بس، اي حاجة. بتزيد اهي مع الوقت، 1122. وهكذا، طول ما انت قاعد حاول تجيب نقط اكتر، تحولها لايكات اكتر، بحيث ان الصفحة بتاعتك تزيد اكتر. في حاجة تاني كنت عايز اقولها في العربي، تمام. يستحسن انك تعمل اكونت جديد على الفيسبوك، تمام، غير الاكونت بتاعك، وتسجل بيه الموقع، في الموقع وتعمل فيه بيه لايكات، لان الفيسبوك ممكن يديك حظر، حظر بسبب الموضوع ده، انك مثلا تعمل لايكات في اقل مثلا من 5 دقايق او دقيقة لكل صفحة، دي مشكلة. تمام، فانا انصحك برضو انك لو مش تعمل اكونت جديد وهتشتغل بالاكونت بتاعك، فانت تحاول كل مثلا دقيقتين تعمل لايك لصفحة جديدة، بحيث تاخد بوينتس. تمام، اللينك بتاع الموقع هتلاقوه في الفيديو، تمام، او ظاهر على الشاشة دلوقتي، او على شاشة الفيديو يعني. وبس، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واي سؤال انا موجود. السلام عليكم.